انا لو طلعت نوميني ومشيت اتكلم في التليفون واكل شوكولاته واعمل كل حاجه. يعني مش خسرانه في الحالتين. حاجه تعملها بطوله تعبت المصري دي كلام ميمه اكيد. اول حاجه اكيد من غير ما تقول تاكل خد بوزه ايه؟ تقفل السكه في وشي. ميرسي يا سعد. ميرسي يا شباب. قلت كلامها واعتذر منها. انا لو محل بعمل هيك. طيب شكرا. ولا اذن. طيب اوكي ميرسي. انت لو محل ما بتعملي هيك؟ لا. لا؟ لا. غلطان هتكلم يعني. لا هعاتبها وازعق لها، مش هزعق لها بس هعاتبها اقول لها مثلا ليه عملتي كده مثلا، لكن مش هقفل السكه في وشها. انا صراحه بقفل السكه. ربي يهديك عشان يا سعد. عن جد جهناز يلا توكل على مش مشكله. خلص اللي صار صار، غلطتي وخلص. هذا اللي لا تاكل تاخليها تخليها تعرف تاكل بنت. لازم ناكل. تعالي حبيبي تعالي شاينز. تعالي حبيبي. ازي ازي شاينز ازي. بدك صح للثلاثة مش هلال. مش عايزة والله. انقذون بعض. تعالي تعالي امزح معك تعالي. شاينز امزح معك. شاينز. شاينز اجا. شاينز. حرام عليكم حرام. ما صح؟ شايناز ايش شايناز؟ صح انه معها شايناز ميمة وتسكر الخط بوجهها بس شباب خلص نادر انت بعد الاكاديمي بتقنع ميمة انه ما كانش قصدها لشايناز طيب؟ ها؟ بربر. انت بعد الاكاديمي عن جد؟ يقنع حاله بالاول لا 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 شايناز انت هون؟ شو بتعملي؟ شو بتعملي؟ بعمل نسكافيه. طيب اعملي لي معك حبيبتي نسكافيه ولا ما بدك تعملي لي؟ ما بدك تعملي لي؟ يلا جيب كيس خلصنا تعال شاهي؟ نعم. انت بتبكي؟ قولكم والله انكم حيوانات. والله انكم حيوانات هيك البنت عم تبكي؟ ترديش على حدا. لو سمحت يا محمد. ترديش على حدا. ترديش على حدا شاهناز. كلنا بنحبك واحنا بنمزح معك. محمد مش عايز اسمع كلمة. مش عايز اسمع ولا كلمة. ردي ولا على كلمة. ردي على جاجا الأكاديمي يا شاهناز. مش عايز اسمع ولا كلمة ولا منك ولا مني ولا منه. أرجوك مش عايز اسمع ولا كلمة. لو سمحت. ولكن بنمزح معك يا بلا. لو سمحت. ما بدك؟ لو سمحت. مش عايز اهزر. لا يا شاهناز. هيك؟ شاهناز اعمل نسكافيه وتعالي اطلعي فوق. مش هطلع. اعمل نسكافيه واطلعي فوق. مش هطلع. شاهناز بلا هبلك. ولك اسمعي بالعكس اصلا هيك يا محمد ما تتكلمش في الموضوع مش عايز اسمع كلمه يا اخي انتوا بتتكلموا ازاي انتوا بتحسوا بالناس ما بتحسوش بالانسان بيحس ولا بيحسش ما بتحسوش انا بحسش يا شاهناز ايوه انتوا ما بتحسوش عشان لو اي حد فيكم كان بيحس ما كانش يحاول يجرحني 100 مره قلت لكم ما حدش يتكلم في الموضوع ده ما حدش يتكلم ويفتح يا محمد ما تتكلمش معاه استني يا سيدي خليكوا في حالكم خلوني في حالي ما حدش يتكلم معايا خلاص ما تتكلمش معاهم في حاجه انت خليك في حالك خليكوا في حالكم وسيبوني في حالي خلاص انا هلا بلاقي حل انا معايا في حاجه بليز لو سمحتوا خلاص الموضوع ما حدش راح يفتحه معك والله لو سمحتوا اوكي لو والله والله هلا انا ما حدش يفتح معايا اي موضوع ارجوكم لو سمحتوا طب تعالي اشربي سيبوني في حالي مش عايزه تسيبوني في حالي ما بتحبينا يعني شاهناز لا يا سيدي انا سيبوني كده مع نفسي ما بتحبيناش لا ما بحبكش ليه بص يا محمد قولي الانسان اللي ما بيعيش شعور غيره يبقى انسان ما بيخافش على غيره ولا بيحب والله مظبوط بيحب صاحبه والله مظبوط انا لو بحبك هخاف على شعورك يا سعد ونادر تبكسوا على حالكم ما تتكلمش انا هلا بدي اروح ابهدلهم لا يا سيدي لا تبهدل ولا تعمل حاجه انا لما اعرف ان في حاجه بتضايقك وانا اتكلمت وحذرت يا جماعه ما حدش يتكلم في الموضوع ده خلاص كفايه كل شويه في كل وقت نفس الكلام مش تعالى يا سعد هيك خليت البنت تبكي يا سعد ما ازنخك انت ولا نادر تعال انا رح هيك البنت عم تبكي انت انسان انت وياه انت بتراعي شعور البنت شو بحكي تفضل بضحك
ها انت رعيت بتراعوا شعور بني ادمين انتوا؟ انت تفكر حالك انسان انت؟ كلام معايا مفيش، انت حرام تعيش، كلام معايا مفيش لو سمحتوا. يا الله شهناز تعالي حبيبتي تعالي اقول لك تعالوا شباب تعالوا كلنا نصلحها تعال ايش يا عزي عزي بنت عزي تعالي اطلع فوق حبيبتنا شهناز واللي بيجي بشهناز هوني في حالي ممكن؟ يي 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 سيك طلعنا الضفايرة بدك تطلع مع بعض شهناز بتزعل ساعة ساعتين ثلاثة لا لو سمحت يا نادر لو سمحت التعاون ما بيني وما بينك وبين سعد ومحمد منتهي خلاص خليكوا في حالكم وخلوني في حالي ممكن ممكن يا نادر لو سمحت خدك حاجه يا نادر فقلت له فرحت انا رد عليه قلت له ايه قلت له يا سعد قال لي انت لو مكانها مش هتعملي كده قلت لا انا مش هعمل كده علشان على الاقل اعمل ادي مجال ان احنا نتكلم ونتفاهم ونتعاتب هتعاتبني وهعاتبها ونتفاهم ماشي فقول لي لا ما افتكرش وبتاع وحقها انها تقفل في وشك السكه وما اعرفش ايه وقف والصبح تقول البندوره والبتاع والطماطم وكل شويه وانا كلمتكم امبارح قلت لكم يا نادر قلت لكم يا نادر ما حدش يهرج في الموضوع ده بالذات عارفين الموضوع ده مضايقني وعارفين الموضوع ده اروح اموت نفسي يعني مش فاهمه زي ما انت زي ما انا اتكلمت انت كمان اتكلمت يا نادر وانت عارف انت قلت اتكلمت انت عارف انت قلت ايه ما ينفعش اقول انا عارف كلامك في ورقه وانت عارف انت قلت ايه ليه قول ايش قلت قلت انا لما رحنا البحر اسمعني ايش حل الموضوع ايش حل الموضوع ايش حل الموضوع محمد يا نادر انا اتكلمت انا اتكلمت وقلت بس ما اتكلمتش وقلت حاجه ما تخطفر يعني انا ما اتكلمتش وقلت حاجه وانا اتكلمت وقلت عليها مش كويسه مش عشان الناس تفتكر ان انا قلت عليها حاجه من الاخر من الاخر انا ما قلتش عليها حاجه خلينا نحكي خلينا نحكي اعطيني فرصه نحكي خلنا نحكي بس اول حاجه ما قلت شيء حاجه ثانيه شيء ما قلت لك يعني والناس يا عيني عليك لما ما احكيش معك ما احكيش معك قاعد قاعد نحكي معك خليش نحكي انت خليش نحكي تقول ايه يا نادر قلت لك اني اليوم والبارح وشيء مش بدي حاجه موضوع الساعه مش هنا حاجه موضوع سعد ومحمد حل الموضوع اول حاجه وش حاجه خش قول لك يا شاهينيز وقت انت قاعد وعبد الله شو حل الموضوع انت عبد الله وشكون شكون احكي بد الناس ما تقوليش يا شاهينيز انا ما